مع موسم الاصطياف صارت وهران وجهة للعديد من العائلات من داخل وخارج الوطن التي أتت إلى هنا للاستمتاع بشواطئ الباهية الجميلة كهذا الشاطئ بعين الترك. أتينا من فرنسا، نحن سعداء بزيارتنا لوهران. هناك عدة نشاطات هنا والأمن متوفر لأطفالنا، كما أننا اكتشفنا الكثير من الشواطئ الجميلة. بلادنا تزدهر أكثر فأكثر، حقيقة أن بلادنا هي الأجمل في إفريقيا بل العالم ككل. بلادنا شابة، لي بلاج تاعنا ما شاء الله، ديكوفرينا حوايج جدد من ناحية النقاوة نقيين. حنا كمستثمرين نوفروا هنا المصطفين تاعنا في بلادنا هنا في الجزائر وخارج الجزائر ثاني مرحبا بهم. رانا نوفروا لهم الأمن، النظافة، الألعاب المائية قابلة للنفخ، رانا جبناها هنا للبلاد ورانا دايرينها أسعار متناول الجميع. كل الشواطئ هنا مهيئة ومجهزة لإنعاش الحركية السياحية بالمنطقة وكذا خدمة المصطافين. جينا لهاد لابلاج، اللهم بارك، كلشي فيها نقي، البحر نقي، والناس ها ثاني ما شاء الله عليهم، مع لي فامي مع الأطفال. جينا نزوروا بلادنا، نكتشفوا بلادنا، بلادنا شابة زينة، الشواطئ نقاية شابين. أحب بلدي الجزائر كثيرا، هناك الكثير من الأنشطة، لقد استمتعت كثيرا. المكان هادئ ونظيف، هنالك الكثير من الألعاب للأطفال. زونفون أنا مقابلينهم لي ميتناجير سيكيريتي والنظافة هنا كاع ما تخموش، توجو قايمين بالشواطئ تاعنا. هي من بين الاستثمارات الناجحة لتشجيع قطاع السياحة واستقطاب أكبر عدد من المصطافين.